قد قدمنا وجهات نظرتنا حول قضية ولا سيما النحوية الاقتصادية والحرص على الاجتماعية الدولة والاعتماد التوازن الجهوي الكلي للتماسك الاجتماعي. وشكرا. بعد اطلاع على كل التعديلات درت اقتراحات على كل حال، مثلا الشيء الايجابي الرجوع في تحديد عهدتين، دونك هذه نرجعوا شويه للمبادئ الديمقراطيه اي بور اشوري الالتيرنونس ديموكراتيك. الشيء السلبي اللي يعني انا لاحظته هو عدم وجود ترسيم اللغة الأمازيغية، لأن الأمازيغية هي من ثوابت الوطنية ولازم تكون ومن الهوية الجزائرية، ولازم يعني على حسابي اللغة تكون مرسومة في الدستور. فيما يخص التكريس الدولة القانون، ما كاش تكريس اذا ما كنش الفضل استقلاليه بطبيعه الحال القضاء، وانا ما نقدروش يعني بالنصوص نقولوا بلي القاضي هو حر وكل شيء، لا، لازم اعاده النظر فيما يخص القانون العضوي متعلق بالمجلس الاعلى للقضاء، يعني في التشكيل وفي صلاحيات. مثلا نائب الرئيس ما يكونش يعني وزير، يكون الرئيس المحكمة العليا، يعني باش يكون يعني القاضي حر. رد الاعتبار كذلك لمجلس المحاسبة، il faut réhabiliter la cour des comptes parce que la cour des comptes elle est là pour assainir les finances publiques. Elle a un très grand rôle à jouer, surtout quand on parle de corruption, de dépenses publiques, de passation de marchés publics par l'État. Il faut que la Cour des comptes ait un rôle très important quant à l'assainissement des finances publiques.